والمود ديال اختي هذوك الناس تعدوا عليها، هذوك الناس تعدوا عليها، تعدوا عليها معنى تعدوا، تعرفونا ولاد دربنا تعرفونا، ما غدير لهم والو غديزا. واحد قال لي عطيني النمره ديال التليفون، ما بغاش تعطيني النمره ديال التليفون، كاع الدريه تعطيني النمره ديال التليفون، انت ما بغيتيش تعطيني انت النمره ديال التليفون، تشدت هي وياه. جا واحد من لافامي ديالو ضربها بشمال من اللور وما يسيروا يضربوا فيها، راه حشومه من اللي مشات هادشي وقع ماشي 8 الليل 9 الليل في الدرب، راه في الدرب، راه هما ساكنين ورانا، راه ساكنين ورانا هاد الناس اللي يعرفونا، راه كابرين معانا، وهذيك الدريه راه كابره معاهم، راه حشومه هادشي هذا. ودابا ملي مشات للدائرة باش ياخذوا لها حقها، تا هما ما نصفوهاش، ما خدوش لها حقها. حنا قالنا سيري ديري الشهادة الطبية، واش دري عينها زرقاء، فخاتها كلهم زرقين، حنا ما عندناش باش نديروا الشهادة الطبية، ما عندناش باش نديروا، الله غالب نهار بنهارو. أنا خدامة شهر تمارين مع فرقة، مع شباب الحي الحسني، أنا ما عندناش، الغالب الله واش اللي ما عندوش يتحقر بالبلاد، تنطلبوا من السي العم وجي ياخذ لنا حقنا، ياخذ لنا حقنا، ياخذ لنا حقنا، راه حشومة هادشي هذا. واش اللي ما عندوش يتظلم؟ واش الدريه هي خلاتنا حنا جوج ولاد دابا، خلاتنا جوج يتامى، كي غنديروا لهم؟ كي غنديروا لهم؟ واش هاد الناس هادو تاغيين؟ يسدوا لنا حقنا، نطلبوا من السي العم وشي واحد جلالة الملك يسدوا لنا حقنا، يسدوا لنا حقنا، الله يرحم ليكم الوالدين. وراه بنتي جات قالتها ليا، ورغم ذلك جات أم الدري تتقول لها تتعير فيها، تتعير فيها بشي شي كلام أنا ما خصنيش نقولو، انا ما يسمعش ليا نقول هذيك الهضره. هذه ام اللي خصها تهضر مع ولدها تقول لي راه حشومه اش درتي للدريه، بدات تتعير فيها وتتقول لها واحد الهضره، ام الحراميين، ام هادي، ام ديك، ام هادي. واش هذه ام اللي غتقول لواحد الدريه ومظلومه ولدها ظالمها، ولا الحي كامل تشهد بهذا الشيء هذا؟ الله يرحم الوالدين، تطلب من السي الحموسي الله يرحم ليك الوالدين، شد لنا حقنا، حنا بغينا حقنا، حنا راه ما ظالمين حتى واحد. ما تشدوا وطلقوا. ملي جينا نسولك قال لك لا الدريه ما عندهاش الشهاده الطبيه، واش هي ما عندهاش الشهاده الطبيه وتظلم؟ حنا ما عندناش، ما عندناش، حنا راه شادينا ما عندناش. انتم عرفتوا باللي هي اللي شعلت العافيه في راسها ولا شعلها لا شيء؟ لا هي هي دخلات للطواليت شعلت العافيه في راسها، انه من الدائره ديال رجال الامن قالت لي ما بغيتش تسدوا لي حقي انا غنمشي نشعل في راسي العافيه. قالتها لهم بحال هكا. وداك دخلات مشات ما عرفتوني جابت ليسان شعلت في راسها العافيه. شافها شي حد؟ هذه اللي شافها شافها ولدها، شاف العافيه في الطواليط، هي دخلت للطواليط، جا عندي للتيران، انا عندي حصه تدريبيه في الفئات الصغرى، جا عندي قال لي بابا راه ماما شعلت العافيه في راسها. دابا الدري هو مأطر لينا، عنده 9 سنين، فين غتعتقي اختي؟ كي غديري تتعتقي؟ واش كاين شي واحد غيخلي الكبده ديالو؟ حنا راه كنا نموتوا حنا وما تموتش هي، راه خلاتنا جوج اليتامى، راه جوج دراري خلات لينا. نطلبوا من السي العم واش يسدنا حقنا. الله يرحم الوالدين، ما بغيناش نديروا شي حاجه اللي هي ضحيه وغنولوا حنا ضحايا. الله يرحم الوالدين، وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. والام ديالها تا هي راه في الامور دابا، راه اش غنقول لك؟ راه كلشي مدمر اختي، راه كلشي مدمر. الوليدات شحال عندها؟ واحد عنده عام ونص، واحد عنده 9 سنين. الله يرحم الوالدين، نطلب من السي الحموش يسدنا حقنا، حنا ربينا حقنا، حنا راه ما ظالمين حتى واحد. وعاش الملك، والسلام عليكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.